والآن ننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى العاصمة الرباط لننقل لكم وقائع الندوة الصحافية التي يعقدها وزير الصحة الدكتور خالد الطالب بالرباط. نتابع معطيات أن كنعرفوا ماشي مقلقة فقط، ولكن بأرقام علمية تزايد عدد الحالات الحرجة اللي كتعرف بعض الأقاليم المغربية، الحالات العدد ديال الوفيات اللي كذلك بدات كترتفع، وكذلك الحالات اللي عندها اعراض ولات كذلك النسبه ديالها غدا وكتزايد في الوقت اللي هذه المعطيات ما عمرها كانت عندنا في الاربع شهور الاولى مما كان المغرب كيعيش في ظروف ديال الحجر الصحي. هادشي عرفناه من بعد ما وقع رفع الحجر الصحي. ومن كل المعطيات اللي نعطيكم اليوم ان في ظرف اسبوع تزايد الارقام والاصابات اكثر من اللي عرفنا في اربع شهور، فهذا كيخلعنا. احنا من الواجب ديالنا يكون عندنا اجراءات، ومن الاجراءات كيف بدينا في الاول اجراءات استباقيه، وكان المغرب بفضل التوجيهات ديال صاحب الجلاله العالم كله كيشيد به، ما يمكنش هذا المجهود كله يمشي سودا. فبالتالي خاصنا من الضروري من الواجب ديالنا يكون عندنا اجراء استباقي. كنتفهم انه الجميع مقلق غضبان على هذا القرار اللي جا فجائي واللي ما تعطاليش واحد الاجل، ولكن لازم ما نقول لكم راه الفيروس ما كيعطيش الاجل، الحاله الوبائيه ما كتعطيناش اجل، فبالتالي ما عندناش الاختيار الا باش نحاربوا تفشي هذا الفيروس في البلاد ديالنا وانتشار ديال العدوى الا بالاجراءات الاستباقيه. وهذه من الاجراءات الاستباقيه اللي ترتكزنا فيها على عدم التنقل في بعض الاماكن اللي كتعرف عدد ديال الاصابات جد مرتفعه، وهذه الجهات هذه معروفه، هاد الجهات هي اللي كتعرف الظرفيه ديالها الحاليه انتقلت يعني الاضعاف ديال الاصابات على اللي كانت عندها في الاربع شهور الاولى، واللي المولد ذاك المؤشر ديال التولي التكاثر ديال الفيروسي اللي اليوم وصل ل 1.9 في طنجه، وصل ل 1.7 في فاس، وصل ل 2.35 في بالرشيد. فبالتالي راه يمكنش نمشيو به، نتفهم ان يمكن نتقلقوا، ولكن نقدروا نتقلقوا نهار ونفرحوا جميع كاملين، لان العيد خصنا كنا نكونوا فرحانين، ماشي نهار واحد نتقلقوا ونبكيو العام كامل. لا، الناس اللي عزاز علينا خاصنا نحافظوا عليهم. شنو لاحظنا ان جهه الدار البيضاء اللي كانت سجلت من 2 مارس الى 14 يونيو 2900 حاله في ظرف اسبوعين ما كملاش، سجلت 2162 حاله. هذا مؤشر كيبين لنا واحد المنحه اللي خدا الفيروس هو جد سريع، وهذه السرعه كيخصها كذلك سرعه في الاجراءات، وحنا ولا سيما مقبلين على مناسبه جد عزيزه ودينيه، واللي التعليم الدين ديالنا كتقولنا حفظ النفس هي قبل كل شيء. فبالتالي انا كنظن بان المواطنين المغاربه واعيين بهذا الامر هذا، لان الحاله ديالنا ما كتسمح شيء باش نتهاونوا معها، وكانوا منخرطين معنا من الاول، فبالتالي اليوم كذلك خصهم يلتزموا وينخرطوا، لان هذا الشيء هذا اللي وقع شنو السبب ديالو؟ التفسير اللي تعطى راه هو التراخي وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائيه، لان من وقع التخفيف ديال رفع الحجر الصحي للمرحله الثالثه، فبالتالي عرف واحد التكاثر وتزايد في عدد الاصابات اللي شهدتها مدينه طنجه، واللي كلشي كان كيهضر على طنجه، فبالتالي ما كتقتصرش على طنجه. فاس كذلك عرفات، مكناس، مدينه بالرشيد وسطات والدار البيضاء ومراكش، شوفوا الاكتضاض والضغط اللي على 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 على, على, على المؤسسات الصحيه اللي اليوم كيعيشوا في واحد الظرفيه شويه جد مرهقه، وراه حتى الانهاك والارهاق ديالهم كذلك حتى هو راه وصل لواحد المستوى اللي كيخصنا على الاقل يبقى عندنا واحد المجهود اللي نقدروا نسيروا به الحاجيات والاحتياجات ديال المواطنين المغاربه. فبالتالي اذا هذا الاجراء هذا راه السلطات العموميه
راه كتاخذوا بواحد المحمل من الجد وكذلك محمل ديال التفاعل مع المواطن المغربي. لازم غادي يكون واحد التساهل، نوع التساهل للناس اللي عندهم ذوي الاحتياجات اللي مهمه، واللي ما عندوش الضروره باش يمكن يتحرك فيكون مسؤول ويكون واعي انه وراء اي حركه راه كتعرض الاخرين للخطر. هذه مصلحه عامه ماشي مصلحه شخصيه ولا مصلحه فرديه، فبالتالي لازم ما نخرطوا في الاجراءات الوقائيه، وكتولي راه ضروره مؤكده والزاميه. هذا القناع هذا اللي كنهضروا عليه راه ولات المنظمه العالميه ديال الصحه راه كتاكد عليه وكتقول ليه دابا الخطر الاكبر اللي تفشي الفيروس هو عدم الاحترام ديال 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 الالتزام بالقناع الطبي. والقناع الطبي عنده شروط الاستعمال، خصنا نستعملوه. كيف خصنا نستعملوه؟ ماشي نستعملوه تحت المنخار ولا نستعملوه حتى هنا وكنقول رانا داير الماسك. الا داير المنخار لا ما نديرو كاع، ولكن خصنا نلتزموا. راه الناس اللي كنشوفوا اليوم في الانعاش اللي معرضين للاصابات الحرجه راه هما والدينا، جدودنا، خوتنا اللي كبار اللي عندهم امراض مزمنه واللي كيتعطلوا باش يوصلوا للمؤسسه الصحيه، ولا لقوا المؤسسه الصحيه كذلك في عليها الضغط، فبالتالي غادي توقع انتكاسه اللي هما نقدروا نتلاموا عليه. ماشي حيت خرج القرار اليوم ديال عدم الانتقال هو نقدروا نتلاموا عليه لما غدا يوقع انتكاسه وما لقاوش كيفاش نديروا للمواطن. العدد الاصابات اللي هي كبيره وكتكثر بصفه مرتفعه، ديك الساعات غادي تولي خطوره اكبر واكبر. فالاجراءات جنبتنا الأسوأ، فلازم المغاربه راه كنوعيين وناجحين في هذه المسؤوليه باش نكون في سفينه واحده. خصنا كنا ننجحوا كاملين، وبغينا كنا نعيدوا كاملين، كنا بغينا نفرحوا ماشي شي يفرح وشي يبكي. فبالتالي الالتزام بالاجراءات الوقائيه جد ضروريه، وحنا مستعدين اليوم بالحضور ديال اعضاء ديال اللجنه العلميه الوطنيه اللي كتشرف على جميع الدراسات اللي هي كتتعلق بهذا المرض ديال الكوفيد باش تجاوب وتفاعل معكم على جميع الاسئله العلميه، وحنا كذلك نجاوبكم على الاسئله اللي هي اللي غادي يطرحوا. ونقتصر على هذه الكلمه هذه باش يمكن لي نتفاعل معكم اكثر فاكثر، وشكرا. نجمعوا الاسئله دابا، نجمعوا الاسئله، هما غيتفاعلوا مع الشق اللي هو علمي وتقني. واخا انا نفتح هذا ونقول انتم تقدموا نفسكم باش تفضل. احمد ارقام يوميه الصباح. ارقام خاصك ديكور فوندهم جوني با ديكور. إذا كانت هذه كلمة لوزير الصحة السيد خالد أيت طالب، قدم فيها يعني مجمل النقاط الخاصة بالوضعية الحالية لوباء كوفيد 19 بالمملكة المغربية. السيد خالد أيت طالب قال بأن الوضعية ليست فقط مقلقة بل ستستوجب الحزم، وسط ارتفاع عدد الوفيات وارتفاع عدد الحالات التي تظهر بها أعراض عكس ما كان عليه الحال في الفترة السابقة منذ بداية ظهور الوباء في المملكة المغربية. السيد خالد الطالب أشار أيضا إلى الإجراء الاستباقي والذي اعتبر أنه من الضروري يعني الالتزام بهذه الإجراءات الاستباقية لوقف هذه الوتيرة السريعة لانتشار وباء كوفيد 19، وقال بأنه يتفهم بأن الوضع المقلق وأن ليس هناك خيار آخر، لأن ببساطة فيروس كورونا لا يمهل ضحاياه، وبالتالي كان هذا بمثابة تبرير للقرار الذي اتخذته الحكومة بشأن تنقل المواطنين عبر تراب المملكة. وذكر أيضا بأنه تم تشديد الإجراءات الصحية في مجمل المدن التي تعرف وتيرة سريعة لانتشار وباء كوفيد 19، منها مدينة طنجة، فاس، مكناس، برشيد، سطات ومراكش. كما دعا السيد خالد أيت طالب إلى ضرورة الانخراط في الإجراءات الوقائية والالتزام بارتداء الكمامة الواقية والتباعد الاجتماعي.